المصادقة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بمنح تونس ضمانا أمريكيا لإصدار قرض رقاعي بقيمة 500 مليون دولار. اكتظاظ بمراكز الفحص الفني للعربات بتونس الكبرى وتذمر طالبي الخدمة من الانتظار مقابل مساعا لتطويق الظاهرة عبر أحداث مركزين بكل من منوبة وأوتيكا. وفي العالم، تقدم القوات الليبية في سرت على حساب عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي، والمبعوث الأممي الخاص مارتن كوبلر يدعو إلى الوحدة للتغلب على هذا التنظيم. الثامنة مساء في تونس، تحية طيبة لكم جميعا. 500 مليون دولار هي قيمة القرض الرقاعي الذي تدخل به تونس السوق المالية العالمية، ذلك في إطار اتفاقية ضمانات قروض مبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية حظيت بأغلبية الأصوات خلال المصادقة عليها اليوم في مجلس نواب الشعب. أهمية اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار تونس قرضا رقاعيا بمبلغ 500 مليون دولار بالسوق المالية العالمية عكسه التصويت الذي كان لصالح إقرار هذه الاتفاقية والتي ستمكن تونس من شروط تفاضلية. مشروع القانون هذا هو باش يمكن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والدولة التونسية باش يخرجوا على السوق المالية العالمية وبش يقترضوا 500 مليون دولار بنسبة فائدة تفاضلية اللي هي 2% كهو، لو كان كانت باش تخرج وحدها راهو نسبة الفائدة تكون أكبر برشا، تكون في حدود 7%. شنو تربح ميزانية الدولة من هذا الضمان هذا؟ تربح 250 مليون دينار خلال الخمس سنوات القادمة. وعلى أهمية هذه الاتفاقية وفق مسانديها، فإنها لم تحظى بموافقة كتلة الجبهة الشعبية التي صوتت ضدها. فما شروط ملزمة ما تنقش، يا تقبل يا ما تقبلش، شروط معناها مذلة، شروط نتاع وصاية تعمل هكا وتعمل هكا. يعني إحنا وصلنا لوضعية خطيرة برشا، اللي بصراحة أولا لا عاد دولة نجم تقرر اللي تحب، واكثر من هذا شنو معنى الشعب انه ينتخب ولا يختار برامج. وكان وزير الماليه سئل قبل ذلك عن السياسه الاحتياطيه التي توختها الحكومه بعد الانزلاق الذي وصف بالخطير للدينار التونسي وتبعاته على التوازنات الماليه في البلاد وعلى الاستثمار. عده اصلاحات قاعدين نقوم بها وقدمناها في قوانين، منها مجله الاستثمار اللي هي قاعده تحت الدرس الان في لجنه الماليه والتخطيط، وقانون البنك المركزي وقانون البنوك وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. الثاني حاجة اللي قاعدين نخدم عليها هي تحديث الإدارة وتحسين الحوكمة ومقاومة الفساد. هذا وصدقت الجلسة العامة على جملة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية وتتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية، والموافقة على عقد الضمان عند أول طلب بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي. نتيجة لتواصل الأزمات التي تعيشها شركة فوسفات قفصة وتعطل الإنتاج بسبب الاحتجاجات ومطالبة أهل قفصة بالتشغيل والتنمية، سجلت الشركة عجزا ب 43% في طاقة الإنتاج خلال الأشهر الستة الأولى لهذه السنة وفقدان عديد الأسواق الخارجية. سجلت شركة فوسفات قفصة عجزا يقدر ب 43% في طاقة الإنتاج المبرمجة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية بسبب توقف دورة الإنتاج بأقل مرديف وأم العرايس والمظلة منذ أشهر. وهذا العجز متأتي أساسا من إقليم رديف إلا 95%، إقليم أم العرايس إلا 75%، وأخيرا الحق معهم إقليم المظلة إلا 60%. كل هذه التعطيلات معناها الخارج على نطاق الشركة، سببها الأساسي هي المطالبة بالتشغيل والتنمية في رديف، وحدث معناها مشكل جديد في المظلة منذ ثلاثة أشهر، هو مشكل عقاري معناها ما بين الأهالي.
إنتاج لا يتعدى 10,000 طن في اليوم. لم يمكن شركة فوسفات جفصة من الإفاء بتعهداتها الداخلية وتسبب في خسارة الأسواق الخارجية. بالنسبة للخارجي، الوثق الخارجي للفوسفات سنة 2016 ما وثقنا حتى شيء. المبيعات تأثرت بصفة مباشرة حيث لم ننجز إلا 50% ما هو مبرمج، وكان لذلك الأثر السلبي على معامل المجمع الكيميائي التي تشتغل حاليا بطاقة دنيا، وفيها بعض المعامل بدت معناها تتعطل كليا عن العمل. حصار خانق ضرب على مواقع الإنتاج الفوسفاتي وتحويله بالحوض المنجمي بسبب التحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية التي لم تجد طريقها للحل من قبل السلطات المعنية. للحصول على شهادة الفحص الفني للسيارة تمر بساعات انتظار طويلة قد لا تكفي للحصول على هذه الشهادة، ما يجعل المواطن ينتظر أياما ربما لإتمام هذا الأمر. في هذا الروبورتاج نأخذكم لمعاينة معاناة المواطن في هذا الشأن والإجراءات التي تعمل عليها الوكالة الوطنية للنقل البري لتفادي هذا الاكتظاظ. نتابع. خلف باب مغلق تجمعوا بعد أن طال انتظارهم في طوابير منذ الصباح الباكر أمام مركز الفحص الفني للسيارات بمنطقة البكري من ولاية أريانا. طول انتظار تزامن مع تشنج أعصاب البعض، فالفحص الفني بات عذابا وفق تعبير أصحاب السيارات. هو من 11 مسكر الواحد مسكر الباب، عليه من 11 عليه من 11 يا خويا ما يخدمش، ما سكر الباب من الصباح وانت رايد. اذا نجي انا نشد الصف ونقعد هنا مسخوط بالشمس وبكل وبالاربع نتاع الصباح ويجي بعده يسكر عليا الباب، ما قالش بيه ربي. اذا كل 11 ما كفاتش مو زيدوا 12 زيدوا ماضي ساعه. المتوفين نتاعنا احنا قد الاف المتوفين قاعدين يخدموا جعل في حد شيء. نحب نفهم حاجه برك، الحاكم انا كي وقف لي فهمت الكهرباء وما عنديش فازيته وانا ما عديتهاش اليوم، شنو يعمل لي؟ فك لي اوراقي ولا شنو يعمل؟ اي ما احضر بيه انا ذا. انا 27 دينار تدخل من تالي وفما طرق ملتوية تتعدى، والناس اللي تستنى وتحب تشد وتطبق القانون وتمشي مستوية ما تتعداش في تونس على غالب. وفي الوقت الذي ظل البعض أمام المركز للاحتجاج غادر آخرون مركز الفحص الفني بالسيجومي اضطرارا لا اختيارا. واحد بيت هنا وأكثر هاني راجع تو، خسروا عليك سكر باب وقالك برا غدوا الحي. يقولوا لنا واللي يعملوا برنامج على الاقل واضح، واللي يعملوا عليهم في التلفزه ولا في الراديو ولا في الاذاعه على اساس بس الناس تعمل المواعيد نتاعها وتعرف وقتاش يحل وقتاش يسكر. ما يقولوا حتى شيء رسول الله عليه، اعمل بوستين يخدموا مش بوسطه واحده، علاش عم بوسطه واحده؟ اعمل زوز جوست ابليكاسيون صغيره نستعمل رونديفو وما تسيبش خدمها. احنا ليش طالبين؟ الاكتظاظ وطول الانتظار بمراكز الفحص الفني للسيارات اعتبره المدير الفني للعربات والصيانة بالوكالة الفنية للنقل البري ظاهرة ظرفية ترتبط بالعطل المدرسية والفترة الصيفية، ظاهرة تسعى الوكالة للحد منها عبر أحداث مركزين جديدين بمنوبة وأوتيك وانتداب أعوان جدد. عملنا ريكروتمون متاع 60 عون موسمي في الفترة هذه باش يقعدوا، ودعمنا بهم المراكز ودخلوا ديجا قاعدين يخدموا توا باش نجموا نقويوا بهم فيهم الكاباسيتي نتاع مراكز الفحص الفني في الفتره هذه. ديرنييرمون جانا لاكور نتاع الريكروتمون وبداوا الاجراءات ديجا نتاع فتح المناظره، ويدخلوا ان شاء الله في اقرب وقت ونحلوا فيهم. عندنا ناويين ان شاء الله في ثلاثه مراكز اللي هي تشهد ضغط تونس الكبرى باش نحلوا فيهم اون سيونس دابري ميدي. يذكر أن مراكز الفحص الفني بتونس الكبرى تفحص في هذه الفترة قرابة 2300 عربة بمختلف أحجامها يومياً. انطلقت اليوم بالحمامات فعاليات الندوة الدولية للضمان الاجتماعي التي خصصت لإيجاد حلول للصناديق الاجتماعية التي تعصف بها الأزمات المالية. تعقيدات أزمة منظومات الضمان الاجتماعي بتونس وبشمال إفريقيا عامة طرحت ضرورة قضية البحث عن حلول تخرج هذه المنظومات من عنق الزجاجة. إشكالية انعقدت لأجلها ندوة فنية دولية بمدينة الحمامات بتنظيم الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مكتب الارتباط بشمال إفريقيا للتباحث في إشكاليات وملامح إصلاح منظومات التقاعد والضمان الاجتماعي. إشكاليات اللي يصل لها طول نظامنا نحاولوا باش ندخل في إصلاحات كبرى لتوفر معناها تضمن التغطية الاجتماعية لكافة المواطنين التونسيين
وكذلك معناها نكون في اطار توازن مالي يامن معناها كما يقولوا الالتزامات المستقبليه للاجيال القادمه. ازمه هذه المنظومات مثلت اهم قضايا الساعه في ظل ضعف التوازنات الماليه، قضيه تباحث فيها الخبراء لايجاد استراتيجيات تفكيك معوقاتها ومواجهه تحدياتها عبر تصورات اعاده تطويرها لضمان قدرتها على امتصاص الازمات الاجتماعيه. تعمل منذ مدة على وضع معناتها خطة لتقويم أو لاستعادة التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي، ولكن هذا نؤكد ونجدد أنه لا يتم إلا داخل إطار العقد الاجتماعي وداخل إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية، لأنه إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الأطراف الاجتماعية والحكومة. يلفو يكونوا إصلاحات، وهذو الإصلاحات يجوزوا من لا ريفورم تاع لا روتريت، ويجوزوا من على بالكم باللي الأنظمة أنظمة تاع لاسيورونس مالادي غير فيهم الاشتراكات، لازم تنويع مصادر الضمان الاجتماعي تاع البلدان تاعنا باش ينجم يكون دومومة. وتمتد هذه الندوة على يومين للخروج بتوصيات ومقاربات لتحقيق إصلاح فعال وسريع لهذه الأنظمة. عقدت صباح اليوم دائرة المحاسبات لقاء إعلاميا عرضت خلاله محتوى مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط صلاحية محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، داعية إلى ضرورة تكريس الاستقلالية المالية والإدارية للمحكمة. لقاء إعلامي سلط دائرة المحاسبات الضوء خلاله على الأهداف والمستجدات التي يسعى إلى تحقيقها مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط صلاحيات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، وذلك بعد ضبط المهام الرقابية والقضائية لهذه الدائرة. المهام الرقابية محكمة المحاسبات سوف تتولى مراقبة كل من يتصرف في المال العام وكل من ينتفع بالمال العام، وكذلك معناها محكمة المحاسبات تتولى زجر أخطاء التصرف. هذا معناها الموضوع أصبح من اختصاص حصري لمحكمة المحاسبات بعد أن كان معناها موضوع اختصاص دائرة الزجر المالي. يهدف كذلك هذا المشروع إلى إدخال من التحسينات اللازمة على الإطار القانوني اللي يتعلق من دائرة المحاسبات، فيه معناها ملائمة الأحكام القانونية للمحكمة مع المعايير من الدولية. وبعد أن قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بإحالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته لاحقا، أدرك المختصون في المجال القضائي أن مشروع القانون هذا يحتوي على عدة ثغرات، أبرزها عدم تنصيصه على الاستقلالية المالية لمحكمة المحاسبات. المشروع عرضته الحكومة في الآونة الأخيرة على مجلس نواب الشعب، لكنه أغفل وتناسى تماما إن شئتم ما هي النظام الخاص بمحكمة الحاسبات بخصوص اعتماد ميزانيتها. محكمة المحاسبات هي الهيئة القضائية في النظام الجديد اللي تقوم بها الرقابة هذه على المال العام كيفاش تصرف فيه الحكومة، ولذلك يلزم تكون عندها استقلالية المالية تجاه الحكومة. محكمة المحاسبات يجب أن تتوفر فيها شروط الاستقلالية وشروط اللي هي مطلوبة لكل الأقضية حتى تقوم بأعمالها في منحة عن كل التأثيرات، لا سيما محكمة المحاسبات عندها علاقة مباشرة بالسلطة التنفيذية لأن هي تراقب حسن التصرف في المال العام، تراقب الحوكمة الرشيدة، تراقب مقاومة الفساد المالي. إضفاء الاستقلالية المالية على محكمة المحاسبات حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها الدستورية للحفاظ على المال العام مبدأ يأمل المتدخلون في هذا الملتقى في تكريسه، داعين نواب الشعب إلى ضرورة إدخال تعديلات على مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط صلاحيات محكمة المحاسبات قبل المصادقة عليه في الدورة النيابية المقبلة. أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين خلال ورشة حوار بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، أكدت أن عدد الملفات المفروزة إلى حد الآن فاقت 25 ألف ملف، فيما مثلت نسبة الملفات المرفوضة 4% من جملة الملفات المفروزة. من جملة أكثر من 65 ألف ملف ورد على هيئة الحقيقة والكرامة إلى حدود 15 من جوان الماضي، تولت الهيئة إلى الآن فرز أكثر من 25 ألف ملف، فيما تم رفض أكثر من 1000 ملف، أي ما يمثل 4% من جملة الملفات المفروزة. بالنسبة للملفات المرفوضة نعمل علم للمعنيين بالأمر كتابيا ونعطيهم الفرصة باش يعملوا
تظلم لدى لجنة خاصة بموضوع الملفات المرفوضة. بالطبع النجم هما يحتيوا ممكن معلومات إضافية. الإيقاف التعسفي وانتهاك حرية التعبير والإعلام والنشر والمنع من الارتزاق وأشكال الاعتداء على حق الشغل انتهاكات سجلت النسبة الأرفع من مجموع الانتهاكات الواردة بالملفات المفروزة، فيما نهز عدد الملفات المتعلقة بالقتل العمد 400 ملف. وإحنا عملنا الاختيار باش تكون إدارة رقمية، وحبر ما يدخل الملف هو مرقمن وموجود في قاعة البيانات، والأربع جهات اللي تتكفل بالملف تتكفل في نفس الوقت بالملف هذا. وشيء دونك اللي يصير هو بعد الاستماع أنه نشوفوا حاجيات الضحية في المعالجة الاستعجالية إن كانت صحية أو اجتماعية ونقوم بالتدخل الاستعجالي. وفيما يتعلق بالملفات التي وردت على لجنة التحكيم والمصالحة التي فاقت 6500 ملف إلى حدود منتصف جوان الماضي، أكدت الهيئة أنه تم شروع في عقد جلسات تحكيمية بين طالب الانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة والمكلف العام بنزاعات الدولة. بعد أن تم إبرام اتفاقيتين، الاتفاقية الأولى هي اتفاقية بين الوكالة العقارية للسكنة وأحد ضحايا حقوق الإنسان، والاتفاقية الثانية تتعلق بالدولة والسيد محمد سليم شيبوب، والتي فيها تقدم على مستوى جلسات التحكيم بين الطرفين. منتظر أنه يتم فض هذا الملف يوم 5 أوت 2016. رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أكدت أن المشاورات بخصوص صندوق الكرامة قد انطلقت بين الهيئة ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن موارد صندوق تعويض ضحايا الانتهاكات ستكون متأتية من الدولة والأموال المنهوبة المسترجعة والهبات الداخلية والخارجية. أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الإعلام وجمعية الخط ما سمي بمرصد ملكية وسائل الإعلام التونسية، قدمته عملا أوليا قابلا للإضافات والمقترحات بهدف دعم الإصلاحات التي شهدها قطاع الإعلام منذ 11 سبتمبر 2011 وتطوير مجالات التفكير والاقتراح في هذا الاتجاه. قدم مرصد ملكية وسائل الإعلام التونسي الذي أطلقته منظمة مراسلون بلا حدود وجمعية الخط مشروعا هادفا إلى تكريس شفافية هذه المؤسسات واستقلاليتها وفتح المجال للصحفيين للتفكير في كل هذا، وحث المجتمع المدني على أن يكون قوة اقتراح ومبادرة في هذا المجال وتوعية الجماهير، كل هذا عبر تحليل المخاطر المنجرة عن تركيز ملكية السلطة الرابعة بين أيدي أقطاب ومراكز النفوذ. نستطيع تبين عدة نتائج، منها ما يخص الانتماءات الحزبية القوية جدا لعدد من القنوات التلفزية، فمن بين 10 تم تحليل المعلومات المتصلة بها 6 لديها صلة مباشرة أو غير مباشرة، الأكيد صلة واضحة مع حزب سياسي. المرصد إذن هو عمل بحثي استغرق إنجازه 4 أشهر شمل 40 وسيلة إعلامية بين تلفزيونات وإذاعات وصحف ورقية وأخرى إلكترونية تم اختيارها باعتماد نسبة المشاهدة أو الاستماع أو القراءة. اللي قمنا به هو تجميع كم هائل من المعلومات بحثنا عليها عند يعني توجهنا للملكي الوسائل الإعلام اللي نحكي عليهم اليوم. طلبنا منهم مجموعة من المعطيات، فما شكون اللي جاوبونا بالكامل على المعطيات هذه، فما شكون جاوبونا بالنقص، وفما اللي ما جاوبوناش خلاص. عمقنا البحث متاعنا في السجل التجاري، المعلومات الموجودة في السجل التجاري وفي الرائد الرسمي يعني الجمهورية التونسية، حاولنا نشكلوا صورة عامة حول المعطيات هذه ونحاولوا نثبتوا مصحة البعض منها. العمل عده عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام سنوسي مهما قدم الإضافة بطريقة الطرح العلمية لمعلومات متوفرة لدى الجميع فيما يخص المؤسسات الإعلامية، وسلط الضوء على أسئلة بخصوص تمويلها وانخراطها في العمل السياسي إلى حد الدخول في معارك أحيانا. نحن نريد حرية التعبير مع نواظم مهنية وأخلاقية ومع شفافية في على مستوى التمويل والاستقلالية. الهيئة لها قرارات اتخذتها فيما يتعلق بهذا قبل التقرير، وهي طلبت بالقوائم المالية بالمداخيل، والمرحلة القادمة إذا لم نتحصل على هذه الوثائق الهيئة سوف تلجأ إلى الطرق القانونية. نتائج هذا العمل البحثي تم تنزيلها بشكل مهيكل ومنظم على موقع www.mom-xsf.org
/tune لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليه وإثرائه. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. عاصمة الجنوب صفاقس تستعد لانطلاق احتفالية صفاقس عاصمة للثقافة العربية في 23 من هذا الشهر ببرنامج زاخر وثري لإحياء المدينة. لكن قبل ذلك نقل وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار لرئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي رسالة من الملك محمد السادس أكد فيها متانة العلاقات بين البلدين والطموح المشترك لجعلها استراتيجية وذات أبعاد مختلفة. كما أكد الوزير لدى استقباله اليوم من قبل رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي أن اللقاء كان فرصة للتباحث حول الأوضاع العربية والإفريقية وأهمية العمل المشترك للتوفق لحل الإشكاليات القائمة. وأن نجعل من العلاقة ما بين بلدينا علاقة استراتيجية ذات بعد تنموي وذات بعد كذلك أمني وذات بعد كذلك حضري. ولهذا بالطبع زيارة فخامة الرئيس إن شاء الله للمملكة المغربية ستكون مناسبة لتأكيد كل هذا. التحضيرات وماشية في أحسن الظروف، يعني عمق الاتفاقيات التي نحضرها وكذلك الجانب المرتبط ب القطاع الخاص والعلاقة بين القطاعين الخاصين ستكون كذلك من بين مميزات هذه المرحلة الجديدة. أنتم تعرفون بأن تشبتنا وعلاقتنا بتونس وبدينامية تونس وأمن تونس واستقرار تونس من بين الأشياء التي نحملها ونحمل همها وكذلك نتابعها بطريقة قوية. وجانب يعني التنسيق سواء على مستوى الأمني أو على مستوى العلاقات الخارجية للبلدين تعرف بالطبع مسار قوي. كما استقبل رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي اليوم مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العايش محملا برسالة من القيادة السعودية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية وتعميق التشاور بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية وخاصة التوقي والتصدي لآفة الإرهاب. وجدد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني انخراط تونس الكامل في المجهودات الرامية للقضاء على الإرهاب إقليميا ودوليا وتطلعها لتوسيع مجالات التعاون الثنائي تدعيما لقدرات المؤسسة العسكرية. كما أشرف رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي اليوم بقصر قرطاج على موكب تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر. وقد حضر الموكب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة لحبيب الصيد وأعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية التونسية إلى جانب حضور أعضاء السلك الدبلوماسي للدول الإسلامية المعتمدين بتونس ورؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب الممثلة بمجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والمجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلية. في منوبة واستعدادا لموسم الحج لهذا العام انطلقت اليوم الدروس الدينية التوعوية من أجل تهيئة الحاج على جميع المستويات الصحية والنفسية لأداء مناسك الحج في أحسن الظروف. 40 حاجا وحاجة كانوا اليوم في الموعد في معتمدية منوبة مع انطلاقة الدروس الدينية من أجل تهيئة زوار بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام. الصبر والانتظار كان القاسم المشترك بين حجاج هذا العام في منوبة، فمنهم من انتظر أكثر من 9 سنوات. رحلة العمر كما سماها البعض بدأت اليوم مع انطلاقة هذه الدروس والتي ستكون متنوعة ومتتالية على مدى شهر من أجل ضمان أداء صحيح لمناسك الحج. الحمد لله إن شاء الله اليوم أول درس توعية وإن شاء الله ربي وصلنا سالمين. تونا معلومات مناسك الحج وطريقة أداء الحج وأركانه. تمتعنا بالدروس اللي هما فايدة باش كيفاش نمشي وكيفاش نحضر أوراقنا كيفاش نحرموا كيفاش نطلع في الطيارة كل شيء. الحمد لله بصة هائلة على مناسك الحج
الاستعداد، تحضير الأوراق، تحضير تهيئة النفس للحج. وفهمت الدروس اليوم؟ هي فهمت شوي، ما بشوي تو نفهم. وسيتحصل حجاج ولاية منوبة على عدد من الدروس التوعوية والشاملة بمعدل حصتين أسبوعيا إلى غاية 14 من أوت القادم، لمدة 10 حصص للحجاج، توعية دينية، توعية نفسية، ثم التوعية المادية. التسجيل السنة كان عن بعد، في برشا تسهيلات السنة، وبنسمع تبنيت منه بنسجلوا أكثر نسبة، وخاصة بالنسبة للنية وبالنسبة للعمل نتاعهم وبالنسبة للصبر، هذه كلها معناتها ملاحظات عملناها بالنسبة للحجيج باش يستعدوا معناتها أحسن استعداد. دروس توعوية دينية وصحية واستعدادات على جميع المستويات في إطار برنامج وطني من أجل تهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج على أحسن حال، مع التذكير أن عددهم سيكون في حدود 8300 حاج وحجة. في ليبيا تسلمت حكومة الوفاق الوطنية الليبية مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد 100 يوم من دخولها إليها. يأتي ذلك في وقت ناقل فيه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر قال إن الوضع الأمني في ليبيا غير مرضي على الإطلاق. قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر في عقب لقاء جمعه بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بلغيت أن الوضع الأمني في ليبيا غير مرضي على الإطلاق، مجددا دعوته جميع وحدات الجيش الليبي إلى الانصهار في هيكل واحد بغية محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. على الأرض قالت مصادر عسكرية من قوات البنيان المرصوصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية إن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أصبح محاصرا في مربعه الأخير في مدينة سرت بعدما أحرزت القوات الحكومية تقدما إلى وسط المدينة رغم المقاومة الشرسة لمقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. تقدم قوات البنيان المرصوص جاء بحسب متابعين نتيجة قدوم مختلف مكونات المجتمع الليبي من الطوارق والأمازيغ إلى سرت لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي. بالموازاة مع ذلك تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد 100 يوم من دخولها إلى طرابلس تسلمت مقر رئاسة الوزراء هناك، خطوة اعتبرها النائب رئيس مجلس الرئاسة الليبي موسى الكوني في مؤتمر صحفي بالبداية الفعلية لمباشرة حكومة الوفاق مهامها وإدارة شؤون الدولة. في إيطاليا ارتفع عدد القتلى في حادث تصادم قطارين جنوب البلاد اليوم إلى 20 قتيلا وعشرات المصابين، وتسببت قوات التصادم في تهشم العربات، وفيما لم يرد تأكيد فوري بشأن سبب سير القطارين باتجاهين متضادين على الخط نفسه، أعلنت وزارة النقل الإيطالية أنها أرسلت فريقي تحقيق لمعرفة ملابسات الكارثة. في سوريا تجدد القتال اليوم في عدد من أحياء مدينة حلب بين القوات النظامية وقوات المعارضة في خرق للهدنة التي تم تمديدها ب 72 ساعة إضافية، فيما واصلت القوات السورية عملياتها ضد مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي مدعومة في ذلك بالطيران الحربي الروسي. يوم آخر من القتال في حلب على المحاور الشمالية والغربية والشرقية وفي عدد من أحياء المدينة. العشرات من الغارات الجوية نفذها سلاح الجو السوري منذ الصباح في رد على الهجوم الذي شنته فصائل من المعارضة السورية أمس على مواقع يسيطر عليها الجيش السوري، فيما أكد ناشطون معارضون تواصل الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في الأحياء الواقعة شمال حلب مع تواصل القصف المدفعي. وأمام هذا الوضع عبرت الأمم المتحدة عن شديد قلقها من تصاعد القتال في مدينة حلب وحولها ما يهدد حياة آلاف المدنيين، خاصة مع تواتر أنباء عن استمرار الغارات الجوية على المناطق السكنية داعية إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين. وأشارت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إلى أن هذه الوضعية المتوترة تسببت في قطع الإمدادات الإنسانية والبضائع التجارية عن 300,000 شخص شرق المدينة. تجدد القتال في حلب يأتي رغم إعلان القيادة العامة للجيش السوري تمديد التهدئة ب 72 ساعة أخرى أي إلى الخميس القادم. في الأثناء تتواصل العمليات العسكرية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في عدد من المناطق وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية، ومنها ريف دمشق وحمص وتدمر، فيما تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن قصف نفذته 6 قاذفات روسية اليوم على مواقع لهذا التنظيم المتشدد شرقي تدمر
دمرت خلاله معسكرا ميدانيا ومخازن الأسلحة التابعة له. إلى الوضع في جنوب السودان الذي يميزه واقع إنساني خطير وصمود وقف إطلاق النار بين القوات الموالية للرئيس من جانب وقوات نائبه من جانب آخر. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. يخيم الهدوء على مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان بعد إعلان وقف إطلاق النار يوم الاثنين بين القوات الموالية للرئيس سيلفا كير وأنصار نائبه الأول رياك ماشار. وقالت وسائل إعلام إنه خلافا للأيام السابقة وبعد أربعة أيام من المعارك بين الطرفين، فإنه لم يسمع إطلاق نار ولا دوي مدفعية، ولم تشاهد أي دبابات في شوارع جوبا، ولا أي مروحيات قتالية في سمائها. موجة العنف والاقتتال في جمهورية جنوب السودان كانت تداعياته خطيرة على المستوى الإنساني وفق ما ذكرته تقارير الأمم المتحدة، إذ بلغ عدد الفارين من المعارك 36 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال وفق المصدر ذاته. وضع دعت بموجبه مفوضية شؤون اللاجئين الدول المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام من يطلبون اللجوء، خاصة وتقديرات الأمم المتحدة تشير إلى احتمال ارتفاع عدد الفارين مع إمكانية تجدد المعارك في مختلف أنحاء البلاد. وتعاني جمهورية جنوب السودان منذ سنة 2013 من حرب أهلية تسببت في سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح الملايين من الأشخاص. في أخبار الرياضة، أعلن النادي الكويتي لكرة القدم تعاقد مع المهاجم التونسي أمين الشرميتي لمدة موسم واحد قابل للتجديد. وبانتقاله إلى الكويت، الكويتي أنهى الشرميتي تجربة احترافية في أوروبا قادته إلى اللعب في أندية هرتا برلين وزوريخ وأجاكسيو. في ندوة صحفية أقيمت صباح اليوم بتونس العاصمة، سلط المترشح لانتخابات مكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم الشهاب بالخيرية سلط الضوء على برنامج قائمته التي ستتنافس مع قائمة المترشح محمد العربي لخلافة مكتب الرابطة الحالي الذي كان يديره محمد السلامي الملتحق بالمكتب الجامعي. قدم شهاب بالخيرية ضمن ندوة صحفية قائمته التي ستنافس في انتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والتي حملت شعار حياد، مصداقية وشفافية. اليوم قدمنا القائمة نتاعنا لمترشح الانتخابات الرابطة، قدمنا البرنامج مكونة البرنامج نتاعنا، وخاصة قدمنا تعهداتنا للجمعيات اللي باش تكون الصحافة تكون خير شاهد علينا. اليوم احنا قلنا السلوغان نتاعنا هو مع بعضنا نبنيو، احنا والجمعيات والجامعة التونسية لكرة القدم. كيف كيف التزمنا قدامكم وقدام جمعيات كل بالحياة بالشفافية والمصداقية. الندوة الصحفية كانت مناسبة قدم خلالها المترشح شهاب بالخيرية برنامج عمل للقائمة، والذي تضمن جملة من الأهداف أبرزها مراجعة كرة شروط الاحتراف ونصوص عقود اللاعبين والمدربين. ان شاء الله نكونوا في المستوى وتحت المسؤوليه. اليوم تلقات الحقيقه 12 عضو اللي كل عندهم تجربه كبيره في الميدان الرياضي في كره القدم، خصوصا من رئيس جمعيه، من اعضاء سابقين في الرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم، من اعضاء سابقين في الجامعه التونسيه لكره القدم، تلمت على مبدا واحد هي اليوم اللي لازم نخدم كره القدم التونسيه مع بعضنا نبني. اكيد الرابطه احنا تو مجموعه جديده جايين ان شاء الله كان سهل ربي وترشحنا، احنا ملزومين باش نخدموا مع الجامعه، دونك نحكيو رابطه الجامعه النوادي، دونك الناس كل اليد في اليد ونبنيو مع بعضنا، ما تنجمش الرابطه وحدها تبني. وستنافس قائمه شهاب الخيري قائمه اخرى يراسها محمد العربي لخلافه مكتب محمد السلمي المنتقل الى المكتب الجامعي. في ندوة صحفية قدمت اللجنة التنفيذية لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 البرنامج الرسمي للتظاهرة. تم الإعلان عن تفاصيل حفل الافتتاح يوم 23 من شهر جويلية الجاري. سهرة الافتتاح لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 ستكون بحدث صفاقس المضيئة مع مجموعة من الفقرات التي تؤثث البرنامج النهائي لهذه التظاهرة. ليلة مضيئة صفاقس بأضواء فنية في كل معالم الفنية والمعالم التاريخية في باب بحر،
باش تشوفوا صفاقس في شكل اخر من انواع الاضاءه ان شاء الله اللي تكون مبهره، نتمنوا ذلك. 80 متر على السور باب الديوان باش يكون فيه اسقاطات رباعيه البعد، كيف كيف الفنان محمد علي كمون باش يقدم لنا عطور صفاقس اللي هي ايضا في نفس التصور والرؤيه ستعكس هويه صفاقس، باش تكون زاد فسحه السفن الشراعيه مع اشرعه باعلام الدول العربيه وتضيء ليلا. اول مهرجان للمناطيد باش يكون في صفاقس، سيكون ايضا 16 منطاد بحول الله باش يسبحوا في سماء صفاقس، وليلا باش يكون نايت جلو وهج الليل. برمجة تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية كشفت أيضا عن موقع معتمدية صفاقس من هذا الحدث وفق تصور بني على مفهوم التشاركية. بعث فضاءات جديدة في الجهات، بعث مركز دولي لفنون العرائس وفنون الفرجة، بعث فضاءات ثقافة الحياة، بعث ويكان دار اللي هي برمجة 107 فعاليات في الجهات، بعث طريق الثقافة اللي تمشي 127 عمادة، 70% من البرمجة الموجودة في الجهات هي أولاد الجهات. مشرفون على هذا الحدث يرفعون شعارا واحدا وهو المراهنة على الثقافة جسرا يوحد لا يفرق، وعلى صفاقس مدينة للقاء. نجوى كرم، صابر الرباعي، كاظم الساهر، عديد من الأسماء، كيف كيف مهرجان عروس البحر زاد، كيف كيف عديد من الأسماء التي تليق بالتظاهرة هذه، خلافا لأسماء إضافية ستوظف زاد ثقافيا في المواقع الأثرية كما ظافر يوسف، كما تريو جبران، كما حاجة هامة زاد نحب نذكرها لكم اللي هو لاداخس دو بور. فما عروض مش كان شيء عربية، مش تكون فما عروض من الصين وعروض من أمريكا وعروض من العديد من البلدان العالم، دونك صفاقس مش تكون حاضنة معنا للإبداع العالمي ومش تكون مسوقة للإبداع الجهوي الوطني. هي الاستعدادات الأخيرة قبل أيام من حفل الافتتاح لعاصمة الثقافة العربية، استعدادات يغذيها الأمل بتغيير ملامح المدينة وتنشيط شوارعها بالثقافة دون سواها. الآن إلى تذكير بالعناوين. المصادقة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بمنح تونس ضمانا أمريكيا لإصدار قرض رقعي بقيمة 500 مليون دولار. اكتظاظ بمراكز الفحص الفني للعربات بتونس الكبرى وتذمر طالبي الخدمة من الانتظار مقابل مساعى لتطويق الظاهرة عبر أحداث مركزين بكل من منوبة وأوتيكا. تقدم القوات الليبية في سرت على حساب عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي، والمبعوث الأممي الخاص مارتن كوبلر يدعو إلى الوحدة للتغلب على هذا التنظيم. وقبل أن نختم نذكر أن 313 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الإكتاري في ليبيا. وفي الختام شكرا لطيب المتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.